بنرحب بحضراتكم مرة تانية والبيت الكبير معانا في الفقرة الأخيرة. الحقيقة يعني ضيف مميز جدا، عزيز علينا جدا وعلى كل الأهلوية، مهاجم رائع دوخ كل الشباك وحراس المرمى بالتأكيد، كان فعلا بيسجل من يعني أنصاف الفرص زي ما بيقولوا بعد الاعتزال، كمان الحقيقة حط نفسه ضمن يعني زمرة زي ما بيقولوا من المدربين المتميزين، تجارب عديدة رائعة مميزة. النهاردة معانا الهداف السابق للنادي الأهلي الكابتن أحمد كشري والمدرب طبعا المتميز، وكلام كتير جدا عن مباراة الأهلي اليوم ضد البنك الأهلي وما ينتظر النادي الأهلي في الفترة القادمة. كابتن أحمد منور. أهلا بيكي، برحب بيكي طبعا من خلال قناة النادي الأهلي بيتي، وطبعا برحب بوجودي مع كابتن كبير حبيبي يعني وأخويا الكبير كابتن هاني رمزي اللي بنتعلم منه كتير يعني حبيبي، اذا كان في تعريف في تجربه الاحتراف او في التدريب يعني حبيبي حاجه حبيبي ما شاء الله. يعني كابتن حبيبي احمد كابتن دايما في البيت الكبير، يا رب يخليك. وزي ما سام قدمتك مهاجم مميز جدا ونقطه مهمه جدا هنتناقش فيها، مهاجم بيحرز من انصاف الفرص، ويمكن ده يمكن اللي مفتقدينه، ويمكن في الكره المصريه بشكل عام. هنتكلم طبعا معاك كابتن على مباراه النادي الاهلي النهارده ورؤيتك لمباراه المقاولين وبيراميدز استعدادا طبعا لكاس العالم. لا طبعا مباراة لما بتنتهي خلاص يعني بتكلم مع اللعيبة اقول لهم خلاص مباراة انتهت، نفكر في اللي جاي. واكيد من خلال الاسبوع بنعمل محاضرة فيديو للمباراة، ايه الاخطاء اللي وقعنا فيها، ايه المشاكل اللي خلتنا ما كسبناش المباراة. لكن هكلم مع اللعيبة في اللي جاي، لان خلاص اللي انتهى نتعلم منه الدرس، نشوف اخطائنا ايه. ايه الدرس؟ ايه ملاحظاتك على ماتش اليوم؟ الدرس ان احنا لازم ننهي المباراه بدري، لازم نبقى تركيزنا اعلى شويه كلاعبين مهاجمين بالذات النادي الاهلي. جات لنا النهارده فرص كتيره قوي النادي الاهلي، فرص كتيره اتاحت للاعيبه النادي الاهلي خاصه في الكره العرضيه. يمكن بدري بنون حاطط اثنين بدماغه، ايمن اشرف، بواليا، يعني جات لنا فرص كان ممكن النادي الاهلي يطلع بنتيجه كبيره. فالتركيز مهم قوي مع الفرق اللي هي بتبقى جايه عامله زون ديفنس زي النهارده فريق البنك الاهلي، كل طموحه انه ياخد بونت من النادي الاهلي. الفرقه دي عشان تفكيها لازم التركيز يبقى عالي في البدايه، ولازم يعني تسعى انك تجيب جون بدري. فده يمكن كثره الاهداف اللي ضاعت وطرت اللعيبه والمباراه راحت لسكه تانية، رغم ان النادي الاهلي انا شايف عامل اداء كويس في المباراه، كان عنده فرص على المرمى كتير، ولو كان يعني انا شايف من وجهه نظر الهدف اللي جه يعني كان هدف كمان، يعني انا شايف ان هو هدف صحيح. يعني لو في اي حته في العالم هيتحسب، لان لسه بقول لهم كده طبعا عمر ما في الدوري في الدوريات الاوروبيه في العالم هدف، يعني ما فيش اي مشكله فيه خالص. المدافع يعني ما طلعش من على الارض بتاع البنك الاهلي واقف، واحنا ايمن اشرف جاي من الحركه وطالع وحط الكوره، ده طبيعي هدف 100%. يعني انا شايف ان هو ما فيهوش يعني اي جدال، لكن احنا عندنا هنا بنشوف ده حط ايده، ده لا ده على خط الجون وفي الحاجات اللي في السكس ياردة دي صعب ان انت تقولي في فاول مش فاول، خاصه في الحاجات المشتركه الا لو اللعيب جاي متعمد، لكن ايمن اشرف جاي من الحركه ولعيب واقف ما نطش ولا طلع من على الارض، فبالتالي اللعيب اللي جاي التكوف بتاعه اعلى، فاللعيب التاني تحتيه لازم هو بيحط كرة طبيعي ان هيسند او ان هيلمس اللاعب، ده طبيعي، ده وضع يعني الكابتن هاني عارف ومدافع طبيعي كبير. ان هو لعب الكرة مش مثلا رقم واحد لعب الكرة يعني ما سندش الاول وبعدين لعب، أيوة ده هو طالع وحط الكرة، وضع التشريحي طبيعي انك بتطلع بتحط الكرة. بس هنتكلم في كل دوت، واكيد في سلبيات، يعني اكيد في سلبيات من خلال التشكيل، من خلال التغييرات هتكلم مع الكابتن احمد فيها. لكن هاخدك من نقطه ثانيه خالص، كنا يمكن الاسابيع اللي فاتت سمعنا ان الكابتن احمد على اعتاب تدريب الفيصل الاردني، ويمكن كمان وصلت مفاوضات للموافقه، لكن اشترطت وجودك في الملعب لي يعني تتفرج على الفرقه وتقف على يعني الاداء الفني ليها. يعني اشرح للساده المشاهدين التجربه دي يعني مشيت ازاي. والله كابتن يعني من حوالي 20 يوم كده كلمني نائب رئيس النادي الاستاذ عصام ابو عبد الله، نائب رئيس النادي اتكلم معايا قال لي يا كابتن احمد احنا كنا بنشوف السيره الذاتيه ونشوف مين المدرب، عايزين نجيب مدرب مصري
معروف مدرب مصر يكون في الدوري الممتاز، وكان في 5 أسماء أو 6 أسماء. فقال لي انا سالت كويس جدا وانا بتفرج ومتابع وشفت اللي انت عملته مع اسوان وسبت اسوان ليه، فهو متابع جيد جدا. قال لي فخلاص يعني استقرينا عليك انا ورئيس النادي الشيخ بكر عدوان. فقال لي هو هيكلمك وهيتواصل معاك عشان تخلص الاجراءات. فكلمني رئيس النادي وقال لي يا كابتن احنا يعني عايزينك معانا، واحنا انت عارف فريق الفيصلي. قلت له طبعا فريق الفيصلي نادي كبير يعني بحجم النادي الاهلي هنا في مصر. قال لي انا عايزك تشوف الفرقه وتعرف الوضع ايه وبتاع وتتفرج عليها. كان عندهم مباراتين في الدوري شفتهم هنا. وبعد كده اصر ان انا اروح له هناك. قلت له لا، المفروض انت اللي تجولي تخلص اجراءاتك هنا وبعدين اسافر معاك. قال لي يا كابتن اول ما توصل وعد مني هخلص كل حاجه. فطبعا عشان ظروف الكورونا والسفر والحاجات دي فالراجل بعت لي بعت لي تذاكر، ورحت انا والكابتن احمد رجب طبعا المدرب العام معايا ابن النادي الاهلي. قلت له خلاص عشان اروح هناك ابص برضو على الفريق يبقى معايا الراجل الفني عشان انا هتكلم في الفرقه كلها يعني لازم يبقى في بتكلم انا والمدرب العام. فعلا الراجل بعت لنا ورحنا احنا الاثنين، واول ما وصلنا قابلونا كويس جدا والامور كانت ماشيه طبيعيه. وتاني يوم رحنا كان عندهم فريق عندهم ماتش مع فريق اسمه معان في الدوري على مين يبقى الخامس في الدوري. فريق الفيصلي السنه دي ما بينافسش الفيصلي بعيد، فريق بينه وبين الوحدات يمكن من 27 ل 30 نقطة، فده ده رقم كبير جدا طبعا. فهو كان بيسعى ان هو يخش في مركز يلعب بطولة اسيا. وانا شفت الفريق في ماتشين ورحت شفتهم في المباراة الأخيرة من الملعب من الاستاد، حتى طلب مني ان انا اروح النادي وبتاع. قلت له لا انا مش عايز اظهر في الاعلام ولا حد ياخد باله لحد ما اخلص وبعد كده الناس يعني اعلن زي ما انت عارف. اروح الاستاد بس كده وحد ياخدني مش انت يعني. طيب وبس اتفرجت على الفرقه وعرفت ايه الظروف اللي عندهم او الحاجه اللي ناقصاهم، نقاط القوه والضعف طبعا بالظبط. فقعدنا بعد كده اتكلمنا مع بعض وقعدنا. هو المشكله عندهم ان هم النتائج طبعا ده نادي كبير، النتائج اللي هم فيها الجمهور صاخب جدا على مجلس الاداره مترديه بشكل كبير. واليوم اللي وصلت فيه قبليها بيوم او في نفس اليوم تقريبا الجماهير كانت بتهاجم يعني، كان في يعني ناس اقتحموا النادي يعني حاجات كده، امور يعني كانت صعبه شويه. فلما قعدنا مع بعض لقيت ان هو بيتكلم معايا رئيس النادي ونائب رئيس النادي وفي امين الصندوق مش موجود برضه ليه رايه وفي لجنه. الامور لا اخفى عليك يا كابتن هاني بس من غير ما اخش في تفاصيل قوي ما عجبتنيش بس يعني انت حسيت انك لا لا الاجواء اللي هتقدر تشتغل لا 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 خالص بصراحه. وانا ما كنتش رايح يعني، انا اخر حاجه عندي والله العظيم الفلوس، ما فيش حد ما بيتمناش انه يروح مكان ويستفاد اكيد، لكن انا من المدربين اللي بسعى ان انا انجح اسمي هيكبر معايا فالحاجات دي هتيجي بعد كده لوحدها. الفارق فاي حد يتمنى ان هو يدرب نادي الفيصل نادي كبير وبيلعب البطوله العربيه، وكانوا بيسالوني نلعب البطوله العربيه والاسيويه. لكن لقيت الاجواء مش كويسه، ما تساعدش على النجاح في ظل يعني المشاكل اللي هم فيها. فقلت له واعتذرت. قلت له بعد اذنك لا انا يعني هرجع مصر واديني فرصه كده وبعدين ابقى اتكلم معاك. فرجعت وبعدين اعتذرت يعني ما كلمني، قلت له لا ما انا مش هقدر. طب وبالنسبه بقى لمصر؟ والله بالنسبه لمصر يعني في لغز محير يعني. ليه؟ انا ببقى سامع ان في يعني عدد من النوادي على تواصل معاك برضو. هو حصل فعلا في حصل يعني الفتره اللي فاتت اكتر من نادي، بس في حاجات في المجال بتاعنا غريبه يعني. كابتن هاني عارفها كويس قوي، بص لا انت اللي مترشحه وانت اللي بيتكلموا معاك وبيتفقوا معايا وتاني يوم في حد. طب هقول لك حاجه، احنا طبعا انت ملف التدريب دوت يعني اكيد هنتكلم فيه بالتفصيل لان في حاجات كتيره جدا، ومن حق الساده المشاهدين برضو يعرفوا ليه كابتن احمد لغايه دلوقتي مش متواجد على الساحه. لكن خلينا نرجع ونخلص ملف النادي الاهلي لان في كلام كتير، وبيني وبينك احنا كاهلاويه زعلانين شويه طبعا اكيد. نقطتين ضايعين بشكل مباشر في اول مشوار الدوري مش متعودين على كده. كنت بتتكلم في الاسباب، ومن الاسباب اللي انت شفتها ان كان طبعا عمليه ان الكابتن محمد يوسف بيلعب في مساحات ضيقه كانت محتاجه تشكيله افضل من كده كبدايه. ايه تاني كابتن احمد كشري هو شايف وهو بيتفرج على المباراه طلع بيها من السلبيات النادي الاهلي ان شاء الله الفتره اللي جايه يعني يبعد عنها بشكل مباشر؟ بص هو طبعا يعني بدايه التشكيل كان فيه يعني
في حاجه احنا هنقول احنا كمشاهدين، لان الاكتر واحد اضرب باللعيبه المدرب، اللعيب حاله اللعيبه في الملعب، هو بدا بوليد سليمان. وليد سليمان لعيب كبير وماشي الفتره اللي فاتت موفق في التغيير، لما بينزل بيجيب جون واتنين. فلما يكون عندي لعيب الحته دي ماشي فيها كويس قوي، يبقى انا اخلي الموضوع ده عنده، يعني بمعنى اصح يبقى عندي تغييره سحريه. فوليد لما بيجي ينزل بينزل في مساحات بيكون الدنيا يعني افضل، بيكون الفرقه اللي قدامه بدات ظهرت قدام النادي الاهلي بتفرق معاه جدا، فبينزل يسجل. النهارده وليد بدا، فانت بدات النهارده وانت مش حاطط فيرود صريح رقم 9، كنت اتمنى انه يحط فيرود النهارده بواليا او محمد شريف، يعني اي واحد فيهم لو كان بدا، يعني حتى لو هو، لان محمد شريف برده كان واخد فرصه وكان ماشي كويس. لو هندي بواليا في البدايه وليد ينزل تغييره، وجهه نظري كمشاهد لان هو اضرب لعيبته، ممكن يكون حاله اللعيبه دي في التمرين معاه افضل في وجهه نظري. مش كلاعب ولا مدرب. بالظبط، يعني برضه عشان الناس زعلانه، لكن احيانا وانت في الملعب في التمرين بتعمل حاجه الناس مش واخده بالها، تقول لا احنا مثلا كان لازم يلعب فلان، لكن الراجل شايف ممكن تكون في حاجه هو شافها في التمرين ادى الوليد فيها. لكن بدايه مباراه وجهه نظري كان انت محتاج فيرود صريح، خاصه فرقه هتبقى متكتله على ال 18، فرقه بتسعى البونت ان هي تاخد منك بونت، فكان لازم يبقى في فيرود صريح رقم 9، والتغيير بتاعك مفاتيح لعبك تبقى وليد سليمان، كانت هتفرق معاه. لكن الامور انا شايف برضو عامل التوفيق ما كانش معانا النهارده، ضيعنا كتير قوي. يعني لو بنتكلم، لا النهارده اللعيبه كان لازم يبقى تركيزها اعلى من كده على المرمى، لان اتاحت فرص كتيره، كور عرضيه كتيره النهارده ما استغلناهاش، كان في شوط كتير تصويبي النهارده بس ما كانش فيه الدقه. يعني النهارده 25 تسديده، اتنين ما بين ال يعني كتير جدا، يعني ميزه وعيب. يعني ميزه ان انت بتشوط، دي حاجه كويسه جدا، لكن عيب ان ما فيش دقه. يعني لو في دقه النهارده كان النادي الاهلي كان جاب له على الاقل مش شوط ده كورتين ثلاثه. طب كابتن احمد، لو اتكلمنا عن محمد يوسف، كابتن محمد يوسف تحديدا، المدير الفني البنك الاهلي، هل نقدر نقول انه هو واحد، يعني هو اللي صعب من مهمه الفريق بعدم الفوز النهارده امام البنك الاهلي؟ عايز تقول يعني محمد يوسف صعب الامور على النادي الاهلي في المباراه؟ وجوده كمدير فني للبنك الاهلي؟ لا، هو طبعا اكيد محمد يوسف كان مدرب النادي الاهلي وعارف كل حاجه كبيره وصغيره. لا بس معلش، يعني بصي، الفرق كلها كتاب مفتوح لبعض، يعني اذا كان الكابتن محمد يوسف عارف النادي الاهلي كويس، فالنادي الاهلي عارف كل فرقه كويس جدا، وعارف فرقه البنك الاهلي، واكيد في محاضرات فيديو اللعيبه. يعني انا ما بخشش مباراه الا وعندنا يعني لا دي حقيقه، انا ما بخشش العب مباراه الا لما بشوف الفرقه بتاع اللي هلاعبها، وبشوف يعني خلاص ان الدوري المصري او الدوري عامه على مستوى العالم اللي هو الدرجه الاولى مقري بالظبط كده بشكل كبير. لكن يعني كابتن محمد يوسف النهارده كان عنده هدف واحد، ان هو يخرج ببونت من النادي الاهلي، ما سعاش ان هو ياخد 3 بونت، ما لعبش، ما كانش في نواحي هجوميه مع النادي الاهلي، يعني ما عايز، يعني النهارده كان قافل الخطوط بتاعته بشكل كبير. هنقول نجح عشان النتيجه طلعت تعادل، لكن النادي الاهلي من وجهه نظر لو كان جاب جون، لا ثواني قبل ما ما تروح لوجهه النظر نجح طبعا، خد بونت من النادي الاهلي، خد بونت، يعني هو يعتبر نجح بدل النهارده. هو طبعا اكيد هو يعني كان بيلعب على النقطه، هو بيلعب على النقطه وخدها، يعني يعني فاهم قصدي، هو بيلعب زون ديفنس من بدايه المباراه لنهايه المباراه، ما دخلش مع الاهلي في ان هو عايز يهاجم النادي الاهلي، او انه يجازف، او ان هو يتقدم شويه، ما قسمش المباراه بالنسبه له، دي فلسفه ليه هو. والامور ساعدته، النادي الاهلي ما كانش في توفيق من اللعيبه، قلنا تشكيل كان ممكن يبقى في راس حربه كان هيبقى افضل شويه، فمباراه ليها ظروفها، بجانب طبعا ان انا شايف من وجهه نظري ان الهدف كان ممكن يفتح برضو اللقاء اكتر. لو كان الاهلي جاب جون بدري كان ممكن الاهلي يكسب بنتيجه كويسه، لكن التكتل ده طول ما الوقت بيمر، طول ما الفريق بياخد الثقه وانت كنادي اهلي بتتسرع بتتوتر والامور بتمشي يعني في صالح الخصم الطرف الاخر، المباراه يعني ليها ظروف معينه، لكن وارد برضو عشان الناس برضو، يعني احنا النادي الاهلي ما بنقبلش غير بالفوز طبعا وكل المباراه، لكن وارد ان انت في مباراه ما يبقاش فيه توفيق معاكي، يبقى
يعني مباراه انا شايف ان الاهلي كان ضاغط فيها طول المباراه، يعني استحواذ عالي جدا، استحواذ وصل ل 75% وده حاجه قبل 25 يعني 75% معنى كده ان انت مسيطر على مجريات الامور كلها. صحيح. اول نص ساعه كان تقريبا واصله 28 يعني. يعني كابتن هاني انت النهارده بتقول 25 شوطه، مين الانديه اللي بتشوط 25 شوطه في المباراه؟ يعني دي معناها ان انت مسيطر على، يعني بتخلق نفسك على الاقل وبتشتغل على فرقه عامله تكتل دفاعي، يبقى احد الحلول الشوط موجوده. كور العرضيه النهارده كان في كور ثابته وكور عرضيه كتيره، واللعيبه لو في توفيق شويه كانت جت، يعني كورتين لبدر بنون وايمن اشرف وبواليا حطها في الارض، وفي واحده حطها فوق وبتوع بدري بنون لو دايركت في الجون، في حاجات تتحط في الارض وفي حاجات على طول في الجون. طب هي تفتكر الكابتن برضو اسلوب الكابتن محمد يوسف، هو اكيد درس، هو عارف النادي الاهلي طبعًا كويس قوي طبعا، بس كمان زي ما انت بتقول بيدرس الماتشات اللي لعبها النادي الاهلي قدام الفرق الثانيه، ممكن يكون يعني لجأ للخطه ديت للدفاع المستديم. هو انت قلت كمان ما عندوش امل ان هو بيطلع بالكاونتر اتاك ولا حاجه، هو كان بيلعب، لا كان بيلعب علشان النادي الاهلي في كل الماتشات اللي الفرق بتلعب فيها مفتوح بيبقى الامور بتتسايل على النادي الاهلي، فقال لك خلاص انا اقفل الملعب من تلت الملعب الدفاعي واشتغل دفاع طول الوقت. ممكن ده يكون هو الاستراتيجي بتاعت الكابتن محمد. انا شايف النهارده يعني الامور، لان 90 دقيقه كان فرصه جت لفريق البنك الاهلي النادي، مفيش النادي وانا هي فرصه واحده بتاعت احمد علي جنب العرض، يعني فرصه طول المباراه. بجانب حاجه تانية مهمه قوي، الملعب هو واخد ملعب الماكس، ملعب الماكس ضيق من ملاعب الكنزة، يعني اللي هي تقدر تلم خطوطك فيها، فده برضو عامل مساعد يساعده هو طبعا، يساعده هو كمدير فني. طبعا صحيح. طبعا يعني احنا كنا بنتكلم كده، البنك الاهلي من بداية الموسم، يمكن انا يعني هقولها معاكم، انا كان معايا فريق اسوان السنة اللي فاتت، كنت واخد ملعب الشرطة اللي هو بالعباسية، ده يناسبني انا لان نوعية اللعيبة اللي عندي محتاجه ملعب يلم الخطوط، خاصه خط الظهر عندي، لان اكيد في مشاكل فرقه بتعاني يبقى عندها مشاكل، فالملعب الصغير يخلي الخطوط بتاعتي قريبه. وجهه نظري، وجهه نظري المتواضعه يعني، ان فريق البنك الاهلي يعني جايب لعيبه من انديه كويسه، فمحتاج ملعب افضل شويه يقدر يشتغلوا فيه. خد ملعب الشرطه ما كسبش فيه كتير، يعني وجهه نظري، فهو بدا يشتغل على الاستراتيجيه كده. انا ممكن اقول لك انا في الدور الاولاني الملعب ضيق، اجمع نقاط بالنسبه للفرق اللي بتجيلي بتصعب الامور الفنيه، شفنا الكلام ده اعتقد حتى بمباراه بيراميدز، ممكن تكون الفكر ان انا اجمع، وانت عارف التجميع في الدور الاول بيبقى مهم جدا، انك تجمع نقاط، ولغايه دلوقتي دليل انه تعادل مع بيراميدز، تعادل مع النادي الاهلي، تعادل مع المقص، مع سموحه، فهو بيحاول عمليه تجميع النقاط في الملعب ده. ممكن انا مش بقول، هو كل مدرب عارف، يعني انا اللي اخترت الملعب لفرقتي، كان الوقت ده بيقولوا نلعب في اسوان ولا نلعب في، قلت لهم لا انا هاخد واخد الملعب ده، وحددت ملعبين منهم ملعب الماكس، يعني انا كنت قلت لو ما خدش الملعب ده اخد الماكس في اسكندريه. ليه؟ ده يناسب فريقي انا، بتلعب عليه الماتش ده يناسب فريقي. انا بتكلم في فريق امكانيات البنك الاهلي صرف كويس قوي، من اكتر الانديه اللي صرفت، جابت لعيبه بتلعب في انديه كبيره، احمد علي وعنده ترك فيهم كوفي ومحمد طبعا كلهم جايين من انديه كبيره، يعني كانوا محتاجين ملعب يعني افضل شويه ليهم هم، مثلا ملعب الماكس يناسبهم اكتر من الشرطه، لان الشرطه يبقى 50-50 بينه بالفرق، ده وجهه نظر. لكن طبعا هو اضرب فرقته، وهو الكابتن محمد يوسف مدرب كبير ومدرب محترم، انا بقول وجهات نظر، كل واحد ليه وجهه نظر، لكن انا شايف ان هو عنده من العناصر او اللعيبه مميزين، جايين من انديه، جايب من مقصه لعيبه، جايب من لعيبه ليها اسماء، لعيبه بتلعب في انبي، فكلهم جايين من ملاعب ومن انديه كبيره، يناسبهم اللعب في اجواء يعني او ملعب افضل شويه. لكن هو الراجل نجح النهارده ان هو ياخد بونت من النادي الاهلي بالاسلوب اللي اتبعه، اسلوب دفاعي طول المباراه، لكن انا شايف ان التوفيق النهارده كان مساعد ليه، وهو يعني كان غايب عن النادي الاهلي وكان مساعد لفريق البنك الاهلي، لكن المباراه النادي الاهلي متسيدها كلها، ووارد في الكوره ان انت تعمل مباراه كويسه جدا، او انت تخلق لنفسك فرص كتيره او تتاح لك فرص كتيره وما بقاش في توفيق. فالنهارده ده اللي حصل في مباراه النادي. جزئيه التحكيم شفتها ازاي النهارده؟ لا هو التحكيم عشان يعني اكون برضو منصف، هو الهدف اللي وفي ضربه جزاء اللي لم تحتسب فيها. والهدف انا شايف الهدف صحيح 100%، لان انا راجل كنت مهاجم وعارف الكور دي، لما الكور بتبقى مشتركه بيني وبين مدافع
يعني ممكن اخش احط كوره يعني زي ما الكابتن هاني فاهم كان بالستارز الجزمه كده في الزحمه، لو في نص الملعب هتحسب فاول، لكن عند ال 18 وهي داخله الجون على خط الجون بتحسب جون. في حاجات دي بتبقى مشتركه عمرها ما بتتحسب عمرها، لكن احنا عندنا هنا الفار احيانا بيبالغ شويه في الامور، بيرجع الفار يعني كره زي دي لعيب جاي من الحركه ولعيب ثابت ما طلعش في الكوره، وايمن اشرف داخل لمس الكوره وحاططها من وعمل جامب، وهو رؤيته كانت كمان الزاويه الرؤيه كانت واضحه جدا بالنسبه له، بدليل ان هو طق على طول كانت قدامه اللقطه فصفر جون. انا شايفها جون للامانه، مش عشان النادي الاهلي والله، دي حقيقه جون. يعني انا مع فريق اسوان في بلاعب سموحه وكسبان سموحه لحد الدقيقه 96، فكره ماشيه بالعرض على خط الجون بالعرض. عندي لعيب راح قالب الكره مش شايلها باك ويرد، حسب بيلين عليا حسب بيلين عليا في الدقيقه 96 واللعيب بتاعي بيشيل كوره، يعني مش داخل في اللعيب ومدافع كمان ده كان يعني وانا كسبان والمباراه. فعايز اقول لك يعني لا، في حاجات معروفه على مستوى العالم ان الحاجات المشتركه جوه ال 18، احنا بنشوف الدوري الانجليزي بيفرموا بعض وهم طالعين، وفي زق احيانا لازم اللعيبه يستخدم جسمه. المساحات الصغيره برضو سهم، طول ما المساحات الصغيره منطقه ال 18 ديت في الضربات الركنيه بتلاقي تقريبا على الاقل 14 15 لعيب جواها زحمه، والنهارده دايما الكشف بقى كذا مره، فانت الاحتكاك وارد، الاحتكاك وارد. في فرق لما لو ايمن اشرف جاي زقه بالظبط وبعدين حطها دي مش جون، لكن ده جاي طاير حاططها وهو طاير خلاص، هو اعلى هيروح فين؟ ما هو في بقى في حاجه قدامه، في بني ادم قدامه، هو حطها الاول. بس كابتن احمد احنا كنا بنتكلم في الانترو فكره الحكام الدوليين اللي وجب ان هم يحكموا في ماتشات مهمه زي دي، بتتسبب احيانا حكام، يعني بعض الحكام خلينا نقول مش عايزين نعمم عشان التعميم ده فخ كبير كمان، بس في بعض من الحكام اللي بتتسبب في خسارة نقاط بالنسبة لفريق مهم بينتظره مشوار طويل. ده اللي احنا النهاردة كنا بنتكلم فيه في المقدمة النهاردة. ففكرة ان انت يعني عدم الاستعانة بالحكام الدوليين عن غيرهم دي مسألة شائكة قوي لحد دلوقتي. ليه ما الامر دوت ما تحسمش بالنسبة لنادي كبير زي النادي الاهلي؟ بص برضو انا يعني من وجهة نظر احمد كشري، من وجهة نظر انا طب النهارده الحكم هو ذات نفسه حسب الكره في الاول، هو حسبها يعني هو كان قريب من الكره زي ما الكابتن هاني قال، يعني الراجل شايف الكره وشايفها، الوضع حتى بتاع اللاعب هو جاي حسبها. لما الفار يقول له تعالى يبقى اذا في دخله في مرحله شك. لما تيجي تعيدي كره زي دي بتقعد تفكر، يعني النهارده الكره فيها شك بدليل ان الـ بالنسبه للحكم كذا محلل كذا شككوا بالظبط كده، كذا حكم ناس خبراء اختلفوا، بدل اختلفوا يبقى بصالح المهاجم مش في صالح المدافع. دايما الشك طبعا في صالح المهاجم مش في صالح المدافع، بدل حصل فيها اختلاف 50 50 تبقى لصالح المهاجم. طلعت ناس قالوا في ناس قالوا ضرب كره جون، وفي ناس قالوا لا الهدف مش صحيح. اذا بدل في شك يبقى رقم واحد اديها للمهاجم مش للمدافع. الكرة كانت واضحة جدا، كرة فيها احتكاك، لو ما فيهاش احتكاك احنا كلعيبة بنلعب بنستخدم ايدينا، بنستخدم كوعنا، بنستخدم جسم كله في الكرة، لان لعيب الكرة ما بيلعبش برجله بس. بيحط جسمه، والكابتن هاني عارف البوزيشن كمان بتاعه كله شغل لازم، فبالتالي هيحصل احتكاكات. الكرة انا شايفها ما فيهاش اي حاجة. وحتة ان انا اختار حكام دوليين، طبعا انت لما تيجي تحكم مباراة كبيرة مع نادي مثلا زي النادي الاهلي بيبقى في جماهير عريضه، انت بتخش في اي موقف بتعمله بيقارن، او بتخش بتحط نفسك في موقف مش كويس، فبالتالي انت عايز حكم يبقى فير. احنا عايزين حكم فير، عايزين حكم يدي الفرقه اللي قدامنا حقها قبل ما يدينا حقنا، اديهم حقهم وادينا حقنا كنادي اهلي، لكن ما يبقاش حكم ممكن يبقى يعمل مشكله تاثر على مسيره نادي كبير زي النادي الاهلي، عشان يظهر بصوره ان هو لم يتم التاثير على رايه. ان في هو أحياناً بيفرض شخصيته. بس الكلام ده انا مش بتكلم عليه ينطبق على النهارده الكابتن الحكم الكابتن ميدو، وانا مش بتكلم على حاله لا 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 خالص لا لا وانا مش بتكلم على الكيس دي، لا يعني مش بتكلم عليه هو شخصيا، بتكلم بشكل عام. احيانا في حكام تنزل مباراه عايزه تاخد اللقطه على النادي الاهلي، واحنا كنا بنشوفها
يعني في حكام كانت بتعمل كده، يحب ان هو يخرج يقول انا طردت الكابتن هاني رامز، شفت الانذار اللي اديته له، انا طلعت احمد كشري مثلا، في كان بيعملوا كده حكام زمان. فطبعا احنا في الاخر احنا عايزين الحكم يبقى فير، وما نطلبش حاجه اكتر من غير ان الفرقه اللي قدامنا واحنا ناخد اهم لقطه يا كابتن، اهم لقطه هي عشان حضرتك. بص هو جاي من الحركه، هو طاير واللعيب الثاني حتى ما بيحجزش حتى على كورته، يعني مش مثلا حاطط جسمه. ما هو احنا برضو بنتكلم كمان دي صوره الفار، وهو لو رجعت الصوره الطبيعيه هتلاقي ان هو كمان جاي من الحركه، هو كمان شايف كويس قوي، يعني الحركه اللي في الماتش العادي هو واقف في بوزيشن حاكم له كويس قوي. بنتكلم على النقطه الثانيه اللي احنا اتكلمنا عليها، لو الاثنين طالعين في الهواء وايمن سند، لكن ايمن جاي من ورا وطبيعي عامل الجامب، ده طبيعي انه عامل الجامب بشكل كويس، والكره في الهواء فوق ولاعيب البنك الاهلي ما طلعش على الارض، ما طلعش واللي جاي من الحركه شايف الكوره وعمل التكوف بتاعه اللي هو ايمن اشرف في اتجاه الكوره، فبالتالي بالزبط. اللي ما طلعش ده زي اللعيب اللي بيجي المدافع وقدامه مهاجم ويطلع هو ياخد الكره، المهاجم ما يطلعش، بالتالي اكيد هيحتك بيه لان التاني ما طلعش لان هو تحتيه. فالكره انا شايفها ان هي جون 100%، مش عشان والله النادي الاهلي واحنا من النادي الاهلي، لا دي حقيقه كره جون 100%، انا شايفها جون ما فيهاش اي حاجه، لعيب جاي من الحركه طالع اهو وجاي بيحط الكره، اللاعب التاني ما بيحاولش يطلع الكوره فعلا. وانا اتفق معاك تماما، وانا قلت برضو خلي بالك احنا ما بنقولش كده عشان برضو احنا في قناه النادي الاهلي، احنا بصراحه في سلبيات كتير حصلت وكان المفروض نشتغل على المستوى الهجومي اكتر من كده، وهتكلم معاك في نقطه الزحمه اللي حصلت في خاصة نهاية الشوط الثاني بمهاجمين كتير جدا ولكن بعدم تنظيم. احنا بنتكلم على لقطة، انا من وجهة نظري شايف انه هدف بغض النظر ان احنا موجودين في قناة النادي الاهلي، لكن ده هدف. الجزء الثاني يعني هنرجع تاني للنادي الاهلي، بس احنا دلوقتي في الاسبوع الثامن، يعني دي الجولة رقم 8 في الدوري. كابتن احمد كشري شايف الثمان جولات دول ازاي؟ هل بالنسبة لك في مفاجآت في الدوري من خلال الثمان اسابيع دي؟ في فرق قلت قبل الدوري لا ده مش هيبقى ترتيبها، يعني ايه رؤيتك للثمان جولات في الدوري لغايه دلوقتي؟ لا هو طبعا اللي يمكن المفاجات في الدوري اللي ظهر بناط وهي فرق كبيره زي المقاولين العرب. يعني المقاولين العرب السنه دي بيعاني جدا، السنه اللي فاتت المقاولين كان ماشي كويس قوي لحد المباراه، يعني المقاولين عنده اربع نقط من سبع ماتشات تقريبا، عنده الجوله الاخيره. طبعا المقاولين العرب عامل موسم السنه اللي فاتت موسم هايل. نادي الاسماعيلي برضو اللي بيعاني طلائع الجيش نتائج ومش كويسه، فريق طلائع الجيش اللي هو عنده انا شايف من وجهه نظري من احسن اللعيبه اللي موجوده في الدوري المصري مجموعه طلائع الجيش، اللعيبه عنده لعيبه كويسه قوي. كان مفاجاه ليا ان الفريق في المركز ده وما عندوش برضو الاربع نقط، يمكن هو لسه بس الماتش اللي فات اللي كسبه 1-0 امام دجل يعني من ضربه جزاء تقريبا صحيح. لا طالع الجيش من الفرق اللي المفروض كان تبقى في حته تانية، خاصه ان هو جايب عناصر مميزه جدا في كل المراكز بتاعته. الحاجه اللي برضو المفاجاه ان اللي بدا الفرق اللي طالعه بدات كويس، منهم سيراميكا ومنهم البنك الاهلي. يعني البنك الاهلي بمباراه النهارده يعتبر جمع زي سيراميكا. سيراميكا بدأ كويس وخد نقط من فرق كبيرة، كسب أكتر من فريق كويس، فبدأ يعني عايز أقولك الصعوبة في الدوري ده إن الفرق اللي لسه طالعة جمعت، ممكن أسوان جمع في البداية، المحلة غزل المحلة عنده 7 بونت وأسوان عنده 7 والبنك الأهلي عنده 8 هو وسيراميكا. ممكن تحصل مفاجآت ونشوف المربع الذهبي باستثناء الأهلي، يعني أسامي فرق تانية ممكن تكون بتحتل المربع؟ يعني مش قوي لا السنة دي لا، بس برضو المفاجأة إن الفرق اللي هي اللي طالعة دي ممكن يقعد منها ناديين، يعني على الأقل أو ثلاثة تستمر، إن هي لو استمرت يبقى فرق كبيرة هتنزل. ما هو مين اللي هينزل؟ ما صح؟ ما النهاردة لما يبقى بنك أهلي لو استمر في الدوري وسيراميكا استمر في الدوري وعندك أسوان والمحلة ممكن فرقة منهم تستمر، لو استمرت فرقة منهم على الأقل في الدوري يبقى اللي هينزل مع فرقة منهم هينزل فرقتين كبار إيه بقى يعني. تعالى بقى شوفي الأسماء اللي موجودة تحت، يعني عندك اللي في المركز تحت بلاقي عشان ما حدش يزعل، المقاولين تحت، الإنتاج تحت، طلائع الجيش تحت،
الاسماعيلي الاسماعيلي تحت يعني تحت في اخر الجدول. فالنهارده تخيلي الاربع فرق طبعا وادي دجله، وادي دجله برضو يعني تبدا كويس في البدايه برضو، بعد كده النتائج بقت وحش يعني ما بتقدرش حتى تحافظ على المكسب. فبالتالي اللي هينزل في الدوري السنه دي لو استمر سيراميكا والبنك الاهلي مع مثلا اسوان او المحله هينزل فرقتين كبار، ممكن تبقى فرقتين مفاجاه للجميع. فبالتالي الدوري السنه دي لا صعب عشان الفرق الصغيره او الفرق اللي طالعه اللي لسه اول سنه ليها بتجمع. دي صعوبه الدوري، دي مشكله الدوري. والمقاولين يمكن وجهه نظري ان هو بطوله افريقيا كان محتاج دعم شويه للعيبه اكتر، لان يعني بمعنى صح انشغل بالبطولتين، فكان محتاج دعم لعيبه اكتر، كانت هتفرق معاه السنه دي اكتر في بطوله افريقيا في الكونفدراليه. يعني ما شفتش تدعيم ظروف ظروف كمان كورونا، وظروف اللي حصلت لعيبه كتيره من كورونا، وكابتن عماد النحاس كمان جاله كورونا. طبعا كل ده ليه تاثير. عشان كده بقول لك لو كان في لعيبه كان يعني دعم بشكل اكبر طبعا يعني. كانت ساعدت في المشوار بتاعه الافريقي مع الدوري المصري، فده اللي اثر عليهم. لكن الدوري لسه طويل يعني، مباراه بتنقل يعني. خلينا نكون صراحة، سيراميكا بدأ كويس قوي، بدأ يعني كيرف ينزل يعني في الآخر، وهو مجمع 8 بونت والبنك الأهلي مجمع 8 وأسوان 7 ومحلة 7، يعني مسافات قريبة. حتى الفرق اللي هي اللي تحت النهاردة 4 بونت مش بعيدة، ماتش بنتكلم في ماتش أو ماتشين، فالمسافات قريبة. هنرجع تاني نتكلم عن فريق النادي الأهلي في مباراة النهاردة. هل النادي الأهلي تأثر بغياب واحد زي ناصر ماهر جونيور أجاييه اللي كان بيعتمد عليهم الجهاز الفني بشكل كبير؟ هنسأل السؤال ده الكابتن أحمد كشري بعد الفاصل، وأسئلة أخرى في البيت الكبير. قبل الفصل كنا بنسأل سؤال، هل الأهلي النهاردة أمام البنك الأهلي تأثر بغياب زي ناصر ماهر جونيور أجاييه؟ كابتن أحمد كشري يجيب. هو كل لاعب طبعا في النادي الأهلي مؤثر، لكن يعني النهاردة أنا قلت لك يمكن أكتر حاجة كانت مؤثرة مع النادي الأهلي إن البداية كانت محتاجة إن إحنا نركز شوية أكتر. بالعكس انا قلت اللعيبه خلقت فرص كتير عن نفسها، وصلنا المرمى كتير، لكن ناصر ماهر لعيب مهم جدا جدا، وانا ناصر يعني بقول عليه هو مستقبل النادي الاهلي الفتره الجايه. ومش هقول الكلام ده، يمكن ناصر اللي انت يمكن ما تعرفوش، انا اللي جايب ناصر النادي الاهلي فعلا. يعني ناصر ده من ابناء انا جايبه النادي الاهلي وهو صغير، النادي الاهلي جايبه من نبرو، فمن ولادي ناصر. بس يعني ناصر موهبه كبيره، محتاج ان هو قفشه، محتاج حد يغير معاه قفشه في ماتشات، لازم يحصل تشينج بينه وبين ناصر ماهر لو موجود في الملعب. في مباراه ناصر ياخد من البدايه وقفشه ينزل، مش عشان التغيير او التبديل بس، لا، يمكن المباراه متلاحقه. النادي الاهلي بيلعب دوري وبيلعب بطوله افريقيا وبيلعب كاس عالم انديه وهيلعب كاس، لازم يبقى في اكتر من لاعب في مكان، بالذات الاماكن المؤثره قوي. والنادي الاهلي لازم يبقى عنده لعيب رقم 10، ده اللي بيربط اللعيبه وبيربط الفريق ببعضه، بالذات خط النص والمهاجمين. فبالتالي ناصر ماهر كان بادئ مع الاهلي كويس قوي الفتره اللي فاتت، الماتش اللي اتصاب فيه كان ماشي كويس، وعدم وجوده اكيد يفرق مع النادي الاهلي. لكن ان شاء الله انا سامع انه قريب هيبقى موجود، نتمنى له الشفاء. وجونيور أجاييه في حالته الفنيه كويسه، لما بتكون حالته كويسه. لكن أجاييه بقاله فتره مش هو اللي احنا عارفينه، يعني بقاله فتره في دروب شويه. لكن لو هو في الحاله الفنيه بتاعته جاهزيته، لا طبعا بيفرق جدا مع النادي الاهلي في مباريات كتيره. نتمنى ان هو يرجع لمستواه، لما يرجع للفريق يرجع لمستواه، اكيد هيفرق. كل لاعب بيفرق مع النادي الاهلي، يعني احنا محتاجين اللعيبه دي. اللي قلت لك حجم المباريات وحجم البطولات كتيره، فبالتالي انت محتاجه روتيشن كتير مع اللعيبه. الروتيشن كويس انك قلت الروتيشن اللي كنت هسالك فيها. حجم بطولات النادي الاهلي كبير، وبالتالي في نظريتين بنتكلم فيهم. النظريه الاولى انك، وده اعتقد موسيماني هو اللي شغال عليها بقاله فتره، في نظريه بتقول ان الروتيشن مهم جدا علشان يبقى عندك دايما اللعيبه رجليها في الملعب بلغه الكوره، عندك دايما اللعيبه جاهزه.
في وجهه نظر اخرى يقول لك لا انت عندك انت خلاص تثبت التشكيل بشكل او باخر، ومن خلال المباراه يكون عندك البدائل الجاهزه ان ممكن تساعدك في المباراه بدل ما يكون عندك روتيشن كتير اثناء المباراه او اثناء المباريات. كابتن احمد كشري مع انهي النظريه فيه؟ سؤال جامد يعني. ايه انا لا انا عجبني السؤال لان هو بيتكلم صح. انا مع تثبيت التشكيل طبعا، انا احب ان التشكيل في بدايه الموسم يتثبت، بعد ما ثبت الفريق ويبقى لينا شكل ولينا اسلوب ابدا بعد كده في مرحله معينه اللي هي خلاص انا بقى في سيستم وبقى النظام هو الاساس بتاع الفريق ابدا ادخل اللعيبه واحده واحده. اللعيبه اللي داخله دي مش هتكون جاهزه، ما هو يعني انا اشك فيها شويه. انت هتثبت مثلا تشكيل تمام، التشكيل ده هتلعب بيه، وبالتالي انت بتقول لما الامور تمشي هبدا ادخل. طيب ما انت اللعيب اللي هتدخله مش هيكون عنده جزء من لياقه المباريات زي ما بيقولوا، وبالتالي يكون عندك الفروق ما بين اللعيبه في المراكز الواحده بتبقى بعيده شويه. بص يا كابتن هاني، اي فرقه في العالم عندها تثبيت تشكيل. اتفرج النهارده ليفربول فريق ثابت بشكل بنسبه في المباراه، كل مباراه بالنسبه له 90%. لما بيجي يحصل تغيير بيحصل تغيير يعني في المباراه كلها في لاعب او اتنين بالكثير. دي الفرق اللي بتدور على بطوله، لازم ثبات التشكيل عشان يبقى ثبات الاسلوب بتاعي. انا لو ليا اسلوب يبقى انا لازم اثبت التشكيل في البدايه، مش معنى ان انا ما بديش المجموعه الثانيه في بدايه المباراه ان انا ببعدهم، لا ده انا هيخشوا مع الفرقه واحده واحده. يعني بمعنى ايه؟ ان انا وانا شغال مثلا في اول خمس ست مباريات الفرقه ماشيه وليها شكل وليها اداء، كل مباراه التغييرات بتفرق، ممكن المباراه اللي بعدها بدخل لعيب او دخل اتنين، مش لازم كل مباراه خمس ست لعيبه. يعني الروتيشن الناس فاكره ان الروتيشن ان لازم اغير ستة لعيبه او سبع لعيبه في المباراه، لا جمله لا طبعا. لا 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 بتغير اثنين مثلا لعيب اثنين مفيش مشكله، خاصه في المراكز اللي عندي فيها لعيبه مظبوط. يعني لعيبه قريبه من بعض، لعيبه عندها حلول، يعني بالذات الخط الامامي ده ممكن اغير فيه كتير، لكن خط الظهر من الصعب التغيير فيه. يعني ما تقدرش تغير حرس المرمى، ما تقدرش تلعب في السرد باكين وباكين الطرف، دول الاساس. الديفندرين كمان ممكن الديفندرين لو الاثنين يعني يعني بالكتير لو الدنيا في 3 4 كويسين اقدر ابدل في واحد فيهم. الخط الامامي ده اللي ممكن بيحصل فيه تغيير. ليه؟ عندي حلول. يعني مثلا النادي الاهلي عنده كهرباء وعنده طاهر وعنده حسين الشحات وعنده اجاي وعنده يعني عنده لعيبه مجموعه يعني ومحمد شريف وعنده كل ده. طب هو لازم يبقى هنا في نوع من التغيير ممكن في الحته الاماميه نوع من تكافؤ الفرص يعني بالظبط. لا هي مش فرص يعني لا. أنا معلش هقاطعك في دي شويه. ان احنا انا شايف من وجهه نظري ان موسيماني ماشي بنفس الطريقه بتقول عليها، مثبت الشناوي وخط الظهر كان محمد هاني ثابت فيها لغايه ما جاله كورونا، فبدا يدخل بيكام واكرم شويه. خط النص كان مثبت ديانج وواحد من الاثنين يا حمدي يا عمرو، فلغايه الجزئيه دي تمام. احنا بنتكلم او انت بتتكلم عن الروتيشن في الجزء الامامي اللي هو حاسس انه كتير شويه. كتير وبعدين يا كابتن هاني مش من بدايه الموسم اقعد اعمل روتيشن تغيرات. يعني انا اثبت الاول وبعد كده لما ابدا اخش بمرحله المباريات ضغط المباريات والارهاق في الوقت ده ابدا ادي اللعيبه، يعني ادخل لعيبه مع الفرقه. لكن انا النهارده عايز يبقى ليا شكل، عايز يبقى ليا اسلوب، عايز يبقى ليا طريقه. عشان اشتغل على الحاجات دي لازم الفرقه تثبت شويه، لازم اللعيبه تحفظ بعض. احنا كنا بنشتغل مع بعض وانا مثلا الاوفر بيتعمل لي، انا عارف مثلا اللي هيرفع الاوفر ابراهيم حسن ولا سيد عبد الحفيظ ولا عارف كل واحد هيوصل الكره فين، او ياسر ريان، عارف كل واحد عشان لعبنا مع بعض كتير. يعني الروتيشن اللي كابتن احمد كشري يقصده ان انا اغير لاعب او اتنين، مش خمس لعيبه وست لعيبه في مباراه واحده. لا لا طب ايوه بالظبط كده بالظبط. لكن ممكن عدم ثبات التشكيل دوت يكون مثلا هو عينيه على اللي هيعمله الشهر الجاي في كاس العالم للانديه، ممكن يكون هو بيفكر في كده يعني. ممكن لا انا ما اعتقدش ان في مدرب هيبص لقدام مثلا شهر وانا ماشي في مرحله منافسات النهارده. ما انت خلاص العد التنازلي بدا خلاص، وانت مش عايز تلعب كاداء مشرف برضو. احنا دايما هنا يعني برضو خلاص عشان الناس تبقى عارفه انا النهارده بطوله الدوري دي مهمه ولا مش مهمه. انا النهارده بفقد نقطتين، الناس كلها زعلانه وجماهير الاهلي والنقطه المفضله
انا النهارده ما ممكن نقطتين زي دول يفرقوا معايا في مشوار بتاعي في نهايه الدوري. فبالتالي انا النهارده شغال في الدوري، انا مركز في الدوري. عندي كاس العالم للانديه 3 مباريات، ما انا مجهز لعيبتي. انا النهارده هو لعب وعنده لعيبه لعبت بالذات في الخط الامامي، عنده لعيبه كتير، عنده في خط النص. ثبات التشكيله انا قلت لك في حاجات رئيسيه في الفرقه، حراسه المرمى، خط الظهر، في الديفندرين، اللاعب اللي هو كمان رقم 10 زي قفشة لما بيكون موجود الفرقه بيبقى ليها شكل وبيربط بين الفرقتين. بعد كده الاطراف اللي فوق، عندي مثلا كهربا مش كويس او حسين الشحات، مش بالضروره ان انا العبه ماتش اقعده ماتش، خلاص انا لو الدنيا ماشيه في تغييرات، انا عندي 5 تغييرات في المباراه، يعني بغير 5 لعيبه. ممكن المباراه اللي بعدها هريح حسين الشحات ودخل طاهر مثلا، هريح كهربا وهدي محمد شريف. يعني الخط الامامي ما فيهوش مشكله كتيره. المشكله في المجموعه اللي ورا. ثبات التشكيل ده بيديكي شكل واساس للفريق، مش ابني على حاجه. مش مع كمان اعتقد ممكن نضيف كمان راس الحربه في الجزئيه ديت، لان كمان راس الحربه يعتبر دايما بنتكلم عن العمود الفقري للفريق، بتتكلم حارس مرمى بالظبط، وراس الحربه برافو عليك صح، ديفندر وراس حربه، راس حربة تثبيت راس حربة لمدة 3-4 ماتشات، مع دخول كمان يعني لو ممكن جدا في الدقيقة مثلا 65-70 ان خلاص طمنا على النتيجة ممكن اغير راس حربة ببديل ليه. فعملية كمان تثبيت الراس الحربة اعتقد من الحاجات الضرورية كمان. كابتن هاني انا بغير ليه؟ انا بعمل الروتيشن ليه؟ لما يكون فرقتي مجهدة، لما يكون فرقتي داخلة على ماتشات تانية وهيبقى في اجهاد. اعمل في الوقت ده ابدا قبليها احضر ان انا ادي المجموعة التانية عشان هلعب في افريقيا وهاجي العب. لكن وانا في بدايه موسم في اول 5-6-7 اسابيع يعني الدنيا لازم يبقى ليها شكل، لازم يبقى فرقتي ليها يعني ليها معنى. طب يعني بمناسبه راس الحربه، كان استاذ محمود صبري قبل حضرتك كنت سامعاه بره هاني كان بيتكلم عن ان وجود مروان محسن في المباريات اللي زي دي كان مهم، صح؟ فيما معناه كان رأيه كده، كان رأيه كده ان مروان محسن كان مناسب جدا في الماتش اللي زي النهارده اللي اتلعب ده. النهارده المباراه للامانه كانت محتاجه راس حربه صريح. كنت مؤيد الفكره دي يعني مع ولا ضد استاذ؟ لا انا معاه. انا قلت لك قبل في البدايه مش قلنا ان النهارده كان لازم يبقى في راس حربه صريح. يعني كان لازم يبقى المتواجد راس حربه اذا كان بواليا او مروان او حتى محمد شريف. راس حربه صريح كان مهم النهارده ان يبقى موجود، خاصه انت عارف فرقه هتبقى متكتله وفي كور عرضيه كتيرة. يبقى انا عايز لعيب صندوق بيعرف يشتغل على الكور العرضيه، يعرف يشتغل في الكور الثابته، بيتمركز كويس. بتضحكي ليه؟ مش الكلام ده مركزه معاه جدا. فبالتالي لازم راس حربه المباريات دي، انا عايز راس حربه صريح يعني. دي وجهه نظري انا يعني. انا اتفق معاك بوجود محمد شريف. انا اعتقادي الشخصي ان كان محمد شريف كان يبدا كهربا ناحيه الشمال مع علي معلول بالظبط، يبقى موجود قفشه وحسين الناحيه الثانيه وقفشه حتى تاني. حسين عليه علامه استفهام شويه، لازم يشد حلو. حتى لو حسين انا شايف بعد 45 دقيقه لا مش داخل المباراه، اخد حسين بره وانزل، ممكن جدا نازل بواليا واطلع محمد شريف ناحيه اليمين. لكن الجزء اللي انت اتكلمت فيه وحابب برضو الساده المشاهدين تتكلم فيه، ان احنا رمينا كل المهاجمين بشكل مبالغ فيه في نهايه الشوط الثاني. يمكن ده انا اتكلمت معاك في الفاصل، يعني مش بالضروره انا فرقه متكتله قدام المرمى ارمي كل المهاجمين اللي قدام، لان المهاجمين دول بيعملوا كمان عبء اكتر، يعني بيبقى زحمه اكتر جوه ال 18، فبالتالي بتبقى مفيش فرص ان انت توصلي يعني توصلي المرمى. احسن حاجه التغيير بيبقى من تحت، اللعيبه اللي جايه من تحت. يعني فرق زي دي اللي بيجي من تحت او من العمق اخطر من ان انا ارمي احط مثلا 4-5 مهاجمين في وقت واحد. خلاص انا عملت كده بلوك حتى على الكوره بتاعتي انا على ال 18، يعني فرقه واقفه كلها 10 لعيبه على ال 18، اروح حاطط 4-5 لعيبه واقفين جوه معاهم، انا كده قفلت المرمى حتى ان انا اشتغل. لا، اللعيبه اللي بتيجي من تحت، تغيير في نص الملعب، الناس الاجنحه اللي على الطرفين دول بيبقوا اخطر. يعني انا في مواقف لعبت فرق عامله تكتل، فاحيانا لا بشتغل على اللي جاي من تحت من نص الملعب. ده بيبقى اخطر، لكن مش بالضروره ان انا ارمي طاهر مع حسين الشحات، اخلي حسين الشحات باك رايت ليه؟ يعني انا وجهه نظر محمد هاني كان ماشي يعني في الجنب اللي ناحيه اليمين النهارده كان ماشي كويس، وبعدين هم بيلعبوا على حاجه واحده المرتده، فبالتالي انا عايز سرعات ورا. لما حصل تغيير ونزل حسين الشحات، حسين لعيب كويس وممكن يهاجم، بس في نفس الوقت في الكور المرتده
اللي هتبقى فيه خطوره علينا، وكان في واحده في الاخر كان ممكن تسبب مشكله للنادي الاهلي. فانا ما استغناش على الخط الظهر في موقف زي ده، خاصه مع فرقه متكتله وبتلعب على طريقه واحده بس المرتده. نعم. يبقى انا ما اضحيش بالمدافعين في الموقف اللي زي ده، ما اجيش اقلل عدد المدافعين على حساب لعيب مهاجم. انا النهارده حطيت حسين الشحات بقى في الملعب، وطاهر في الملعب، وبواليا في الملعب، ومحمد شريف في الملعب، وقفشة في الملعب. وانا رايي كمان كل دول نظري ان كمان خروج ديانج شويه وجهه نظر الشخصيه، ديانج كمان من اللعيبه اللي بتسدد من بره ال 18 وعنده قوه هجوميه كويسه، لا وبيتمركز يعني كويس كتير في الكور اللي هي قدام الضغط والحاجات، شاط كذا كره بشكل مباشر يعني هو كان النهارده ما كانش يعني مطلع. احنا مش بنتكلم طبعا، هو الراجل عامل مباريات يعني، وعامل اداء كويس ونتائج كويسه طبعاً. لكن احنا بنتكلم، احنا مدربين برضو يعني، ممكن كل واحد ليه وجهه نظر، لكن في حاجات بتبقى كل واحد عنده قناعات وحاجات ثوابت في مراكز معينه ما احبش ان انا استغنى عنها في الملعب، الا الحاله الفنيه بتاعته مش كويسه او هو ما بينفذش المطلوب منه. ديانج النهارده كان ماشي كويس يعني، انا شايفه ان هو عمل النهارده حاجه ما كانش بيعملها قبل كده، تصويب صوب كتير جدا. كان عنده تصويب، ما كانش فيه دقه لكن عنده تصويب، كان هو متمركز كويس قوي هو حمدي فتحي في نص الملعب، كانوا الاثنين بيضغطوا على الكوره في ضغط عالي على الفريق اللي قدامه، فكنا بنقطع الكوره بسرعه، فبالتالي هو عامل المطلوب منه، بيضغط على الكوره، بيقطع كور كتير، بيسلم كويس، بيعمل محاولات على الجون، وبيكمل يعني، كان كل كوره بتلاقي ديانج جوه ال 18 وبالتالي ده بيدي كثافه عدديه للنادي الاهلي تخليه ان هو يجيب جون. طيب عايز اتكلم معاك في حاجه تانية بتحصل للاهلي بما انك ذكرت الشحات، وعايز ارجع تاني لجونيور اجايي. من الحاجات او الاشاعات اللي بتحصل اليومين دول ان جونيور اجايي بيثير ازمه عشان مش مسافر في قائمه الاهلي في مونديال كاس العالم للانديه. حسين الشحات النهارده بيتعرض لاشاعات يعني واحباطات من جميع النواحي، يعني علقت على ده ازاي؟ شفته ازاي؟ ويأثر على الاهلي بشكل او باخر؟ عشان عايزه اروح بقى للجيل بتاع اسوان اللي رحب يعني جيلك انت في اسوان دلوقتي بقى منتشر. عايزين نتكلم على المرسي وعايزين نتكلم على الطيب، بس قول لي النهارده الاشاعات دي شفتها ازاي؟ لا هو طبعا كاس العالم الانديه قرب جدا يعني، خلاص احنا رايحين كل ايام يعني، فبالتالي الراجل مش هياخد غير اللعيب الجاهز اللي معاه. يعني ممكن جاي ما يلحقش يبقى موجود، ما فيش مشكله. انا شايف ان هي هو مصاب، ممكن يبقى مش موجود في بدايل في الفتره دي، جاهزين على الاقل يعني، ما فيش مشكله اذا كان هيبقى مش موجود مع الفريق. ودي في الاول والاخر انا بتكلم على الاشاعات الكابتن احمد اللي بتطلع على النادي الاهلي. ما احنا انت عارفه النهارده السوشيال ميديا كله يعني في معاك وفي ضد، فهتلاقي يعني في حرب على يعني بيحاولوا ان هم يوقعوا الفريق من خلال ان هم يقولوا تصريحات مش صحيحه، يقولوا ان في لعيبه ماشيه، في لعيبه مش راحه. لكن لعيب النادي الاهلي لعيب لازم يكون لعيب محترف، لازم ملوش دعوه ما يلتفتش للكلام ده، ما يتاثرش. لو حسين الشحات بيتاثر بالجماهير وتاثر بالكلام ده يبقى الخطا عنده هو، ده لعيب بيلعب في نادي كبير وعارف يعني ايه احتراف وعارف يعني ايه نادي ولازم التركيز بتاعه. يمكن هقول لك معلومه، انا كابتن هاني لما بروح ادرب اي فريق ما بحطش واحد عندي مثلا على الفيسبوك بتاعي ولا من نادي ولا من مشجعين ولا اي فعلا. ما اعرفش اي حاجه عن النادي خالص، عمري في حياتي ما عرفت الجماهير بتقول عليا ايه. لان انا اللي ولا حد بيبعت لك؟ لا ممكن اللي يبعت لي دي حاجه طبيعيه يعني، حد يقول لي ده قالوا كذا، لكن ده اكتر أنا من ان انت تتابع يعني. لا ممكن حد قريب هيقول لي اكيد يعني، طبعا. بس انا لو حطيت دماغي مع الجماهير يبقى انا هتاثر بماتش انا كسبته وطلعوني فوق، وماتش لما اخسر يبقى فيه كلام ما يضايقني. لا لازم اللعيب يبقى مركز في الملعب بس. فاللعيب اللي هيركز في الحاجات دي او المدرب اللي بيركز في الحاجات دي بيتاثر جدا، فبالتالي بيخسر كتير. هو كمان بيحط نفسه تحت ضغوط من بدون داعي يعني، اللي بيتابع الفيسبوك وكلام الجماهير في بيبقى كلام شويه بيبقى ممكن هو حتى لو حاسس بنفسه انه ادى كويس والجماهير بتتكلم وحش هيبدا يراجع نفسه والعكس يعني. خلينا نتكلم، وانا بتفق معاك كابتن ان عمليه السوشيال ميديا ممكن تاخد منها الايجابي جدا وتشتغل عليه،
والحاجات بقى السلبيه دي بعيد يعني. الايجابي طيب. قليل. اه طبعا فالايجابي حتى لو الايجابي قليل مفيش مشكله يعني بالعكس. لا خلاص احنا ممكن ناخد السلبيات ديت ممكن نخليها موتيفيشن ممكن ناخدها كحافز لينا. بالظبط. وده خلي بالك تحدي تحدي. تحدي انا بتكلم واحد بيتكلم عليا وحش طب انا لا بكره هثبت نفسي انا اوريك ان انا انا افضل صح. لا لا دي حقيقه واحنا كلنا بدانا كده هتلاقي مشوار الكابتن هاني او اي لاعب فينا كان فيها تحديات كتيرة. ياما مدربين قال لك انت ما تنفعش او ما تلعبش تقعد مثلا احتياطي بيبقى فيه تحدي قدام المدرب قدام النادي اللي مشاك قدام يعني لولا التحديات دي ما كناش وصلنا ان احنا لعبنا في النادي الاهلي وحققنا حاجات كتيرة وبطولات. مظبوط. لازم البني ادم طول ما عايش فيه تحديات المهم ان انت تبقى عندك قناعات بامكانياتك وان انت تركز في شغلك وعملك بس وتسيب الحاجات التانية دي تبقى بره حساباتك عشان اهم حاجة في لعيب كرة القدم ان هو يبقى مركز في الملعب فقط لا غير. ده حقيقي ده حقيقي انا بتفق معاك تماما. عايزين نروح لملف طبعا تغيير المدربين في الدوري السنة دي يعني احنا بنتكلم في الاسبوع دلوقتي الثامن وفي يمكن اربع مدربين الاسماعيلي بنتكلم على طلائع الجيش بنتكلم اسوان بنتكلم على يعني اربع مدربين تقريبا في سبع اسابيع هنرجع تاني لدوامه السنه اللي فاتت كابتن طارق العاشي طبعا بوجود عبد الحميد بسيوني رجوع عبد الحميد بسيوني يعني. رايك ايه؟ والله ده يمكن يا كابتن هاني ان الدوري بادئ صعب يعني الفرق اللي جربت الموسم اللي فات احنا وانا مع نادي اسوان كان في 10 فرق بتصارع واكتر من 10 طبعا صح يعني لو قلت لك اسمائهم كلهم كانوا بيصارعوا مظبوط يعني خد من تقريبا فطبعا 10 فرق وفيهم اسماء كبيره كان فيهم مصري صح. وفيهم اسماعيلي وفيهم يعني فرق كبيره والمقصه كان الدور الاولاني والجيش وفرق كتيره كانت بتصارع وانتاج حربي وحرس حدود وطنطا لا كانت فرق كتيره فبالتالي في ضغوطات عاليه جدا على الانديه ومش عايز يكرر الموسم اللي فات فلما بتبدا البدايه مش كويسه بيحصل ان الانديه بتخاف والمسؤولين بيخافوا فبيبدا يحاول ان هو يصحح المسار بيحاول يغير مدربين وانا مش مع تغيير المدربين بسهوله او بسرعه لكن احيانا في فرق لازم تلم امورها بدري لان لو قررت منها مش هتعرف تكمل بالذات الفرق اللي ما عندهاش خبرات كتيره او الفرق اللي هي مش متواجده باستمرار في الدوري الممتاز بيخاف ان هو من بدري ان الامور تهرب منه يمكن حصل الكلام ده في اسوان حصل في يمكن في طلائع الجيش يمكن الجيش فريق قوي زي ما انا قلت بس البدايه بتاعته ما كانتش كويسه فحصل تغييرات ده بيبقى خوف من مجالس الادارات ان الموسم يكر منه ويخش في دوامة الهبوط فبالتالي هيلعب تحت ضغط والمدرب هيبقى مضغوط والمجلس هيبقى مضغوط من ده تعنيت من اللي انت بتقوله ده دلوقتي طبعاً بشكل كبير طبعاً. بس انت كان ليك بصمة واضحة جدا مع أسوان الموسم اللي فات شايف أسوان الموسم ده عامل ازاي؟ أسوان بدأ كويس جدا مع كابتن سامي الشيني اول مباراتين خد 6 بونت دي حاجة كويسة جدا إيجابية كان المفروض ان هم يبنوا عليها يعني خد 6 بونت ابقى بعد كده الماتش اللي ما كسبوش حاولوا اجمع بونت في يعني الامور ما ساعدتهم شويه خسروا 4 ماتشات بعديها متواليه فبالتالي بداوا يشعروا بان الفريق في مشكله وغيروا وجي الكابتن علاء عبد العال المشكله هنا ان احيانا طموح الناس بتكبر قوي مع اول مكسب وتاني مكسب يعني ممكن يحس ان هو لا انا فرقتي هاخد الدوري هخش المربع واعمل انا في طب يعني تفتكر مع تجربه اسوان مع الكابتن شيشيني لو عكسنا النتائج كان زمانه موجود يعني لو اتغلب الماتشين الاولانيين وبدا اخر مثلا ماتشين يتعادل ويكسب كان الموضوع اختلف يعني تجميعه انه هو كسب 2 وخسر 4 حلو يعني انت لو بدات لو عمل العكس كان ممكن متهيألي كان ممكن يكون موجود لغايه دلوقتي اكلمك بصراحه وعن يعني تجربه مع مجلس اداره اسوان لا ما كانوش هيصبروا يعني بعد 4 اسابيع كان ممكن يمشي يعني انا مش عايز اقول لك يعني هقولها لك انا اول مباراه ليا اتكلموا معايا احنا خسرنا كنا اول مباراه بنلعب المقصه و
ومباراه المقاصه دي خسرنا 2-1، ويمكن الهدف الثاني اللي جه فينا مدافع جابها في نفس كره عرضيه. وبدا الاقي ان في يعني كلام ازاي احنا لو مش هنكسب المقاصه هنكسب مين؟ فطبعا كان ردي يعني كان قوي جدا. يعني المقاصه فرقه كويسه طبعا، فانا رديت كويس قوي يعني. فبالتالي يعني ايه احيانا يعني الطموح بيبقى اكبر من الامكانيات اللي عندك. لكن يمكن اللي حصل معايا في اسوان انا مشيت يعني متدرج، يعني الفرقه من ماتش المقاصه بعديها تعادلنا، كنا كسبانين اف سي مصر، بعديها دخلنا على الاهلي، بعديها كسبت المقاولين، بعديها كسبت تقريبا الانتاج، او يعني عملت نتائج ايجابيه، فضلت الفرقه المستوى يطلع واحده واحده، يعني ما خدتليش ماتشين ثلاثه خسائر يعني. فالامور كانت متدرجه. كل نادي بيبقى يعني عنده في دماغه اهداف، وشايف ان فريقه انه ممكن يحقق نتائج كبيره، لكن لازم برضو ان الانديه تعرف اللي هي بالذات صاعده او الانديه اللي ما عندهاش امكانيات كبيره. الدوري لسه طويل، لازم يبقى فيه شويه صبر. في لعيبه زي اسوان وزي المحله محتاجين وقت في الدوري عشان يخش في اجواء الدوري، ممكن يجمعوا في الاخر، فيبقى في شويه صبر شويه. شفنا فريق المحله بدا مستواه يتحسن عن البدايه، يعني فريق المحله على ملعبه بقى صعب جدا، ما اتغلبش لغايه دلوقتي اعتقد، او بيجمع نقاط اكتر، بيجمع بيتعادل، لا خسر بس بيجمع، بدا الفريق يعني من ماتش لماتش، لان فرقه المحله معظمها لعيبه درجه ثانيه، معظمهم من الدرجه الاولى الممتاز بيه. فبالتالي محتاجين خبرات، محتاجين وقت عقبال لما يخشوا في الاجواء. الانديه الثانيه اللي حصل فيها تغيير قلنا الجيش. طب استنى قبل ما نروح للانديه الثانيه بس سريعا جدا، كلمني عن الجيل اللي راح دلوقتي، عده انديه، نتكلم على المرسي والطيب محمد عبد، ده الفرقه كلها، محمد عبد المجيد تقريبا كلهم على فكره فعلا. طبعا محمد عبد المجيد النهارده، مصطفى البدري اللي جاب النهارده جون الانتاج الحربي، وجاب جون الماتش اللي فات، احمد عامر الجونه، واحمد عامر الجونه، وابراهيم جلال امبي، والقاضي امبي، ومحمود نعيم امبي، ومحمد مرسي امبي، ومحمد اسماعيل امبي، ودودار امبي. انا شفت يعني فرحان، لا هو بالذات للمرسي، انت تابعت طبعا مرسي بالثنائيه اللي عملها اول ما نزل معاه. اكلمك بامانه، مرسي كان بقاله سنه ونص ما بيلعبش كوره، وجالي وانا قعدت معاه واتكلمت معاه، يعني الحمد لله يعني بعرف اشتغل على اللعيب نفسه كويس قوي. شوف ده ازاي كابتن، لا انا مبسوط، لان انت لو سالتيه هتقولي له، هيقول لك هو يعني الكابتن كوشر عمل معاه ايه. انا جبته قلت له يا مرسي، انا كنت بقعد اتفرج عليك، بحب اتفرج على طنطا عشانك، لان فعلا ده كان لعيب كويس قوي في طنطا، ايام ما كان بيلعب في طنطا، لعيب مهاري. قلت له انا عايزك ترجع مرسي اللي كنت بحب اتفرج عليه، ودي فرصه عمرك، لو ما مديتش فيها هيبقى من الصعب ان انت تكمل في حته كبيره، لكن لو اديت هنا انا واثق ان انت هتروح مكان تاني. النهارده شوفي محمد مرسي عامل ازاي، انا كان عندي قناعات بيه، وكنت بديله في البدايه في المباريات اللي بمعنى صح تناسبه، لحد ما هو بدا خلاص يعني من اللعيبه المهمين جدا عندي في الفرقه. فالكلام ده الحمد لله، يعني انا بعتبره يعني انا ببقى قاعد سعيد لما بشوفه. ده انجاز ليك يعني، لو يحسب لكابتن احمد كشري. طبعا لعيب مهاري، بقى له سنتين تقريبا محمد مرسي ما حدش اتفرج، يعني ما حدش شافه. لما يبقى معايا ويبقى هو من العناصر المهمه والمؤثره، واللي هو صنع لي اهداف كتيره، واللي هو وصل فرقتي للمرمى كتيره، والناس تخرج تتكلم عليه، ويرجع امبي اللي كان مطلعه، ويجي النهارده بيكسب امبي ومخلى فريق امبي في الحته الهجوميه ليه شكل، لا طبعا دي حاجه يعني تسعدني جدا. مين من اللعيبه اللي احمد كشري النهارده ممكن يرشحهم انهم ينضموا للمنتخب الفتره اللي جايه؟ طبعا مرسي من اللعيبه المميزه في الدوري، وعنده امكانيات، ومن اللعيبه اللي عندها حلول في بالذات في يعني في الحته بتاعت رقم 10 دي، بيعملها كويس جدا. بيقدر على المستوى الدولي يا كابتن؟ انت عارف الاستيج بتاع المستويات الدوليه بتختلف شويه. والله طبعا انا مع الكابتن هاني، يعني طبعا المستويات الدوليه يعني، لكن انا بتكلم ان هو حالته الفنيه في الدوري كويسه، يعني على الاقل ينضم مع المنتخب، ينضم ياخد خبرات شويه، ياخد خبرات يعني، يبقى ياخد حقه من حيث ان هو الراجل مش كويس مع فريقه. في لعيبه طبعا يعني انا مش هتكلم مع المنتخب، لان المنتخب برضه ليه مواصفات زي ما الكابتن هاني بيقول، مش هقدر اقول كل اللعيبه، لكن
في لعيبه اجادت معايا جدا حتى لو مش اللحمه كشري دربهم او يعني او طلعوا على حسه، لا بتكلم حتى في الانديه الاخرى يعني. مش والله بص انا في لعيبه عجبتني بصراحه يعني. في لعيبه، في كريم فؤاد لعيب كويس كان عاجبني من السنه اللي فاتت. ويمكن انا كان في يمكن كنا قاعدين انا وكابتن سامي قمصان قبل كده مع بعض الموسم اللي فات، وقلت له الولد ده كويس، لعب كويس وعاجبني وبيجيد اللعب في ناحيه الليفت والرايت، بيلعب في اكتر من مكان، لعب كويس. في شادي لاعب سيراميكا الفيروي بتاع سيراميكا، يمكن انا عارفه عشان كنت بلعب ماسك فرق تحت، لعب كويس وعنده حته الهجوميه كويسه قوي ومهاري وعنده يعني من اللعيبه الجديده اللي الوجوه الجديده اللي شدتنا. لعيب كويس، ماشي كويس مع فريقه. اللعيبه الثانيه موجوده في الدوري المصري، لكن انا شايف ان هم محتاجين فرصه. حسام حسن لاعب سموحه بيعجبني جدا، انا عن نفسي يعني بيعجبني لعيب هداف ليه شخصيه في الملعب، لعيب خطر، بيعرف يجيب جول. النهارده هو اللي جايب لهم التعادل النهارده بقى، يعني حول لهم الهزيمه لتعادل. لا في لعيبه كريم العراقي باك يمين المصري، كريم العراقي لعيب كويس طبعا، لعب كويس جدا يعني جدا، حتى لعب دولي مع المنتخب. كريم الطيب كويس. سنه صغير وجاي في المستقبل، لعيب كويس، عنده سرعات. فادي فريد برضو من ولادنا من النادي الاهلي، خلي بالك ولعب معايا برضو واجاد معايا. فادي فريد ماشي كويس جدا. في لعيبه لا ظهرت بشكل شرط يكونوا لعبوا معاك، بتكلم عن ابرز نجوم الدوري. ما انا بقول لك لا، فادي فريد الماتش اللي فات جايب لفريقه جونين وماشي كويس جدا. ما هو فعلا دول ابرز ناس في الدوري ماشيين في الدوري تقريبا يعني. يمكن طبعا على المستوى الدوري اكيد في حد ممكن اكون، لكن اللي لفت نظري في الفتره الاخيره المجموعه دي في احمد كمال عبد واحد لعيب كويس قوي المصري، ماشي كويس قوي يعني، عجبني ماشي كويس واسلوبه وبيعرف يجيب جول للفريق المصري، جاب لهم كذا سريع وهداف ماشي معاهم كويس قوي. في لعيبه تانية مش بس يعني رزاق سيسي مثلا على مستوى اللعيبه الافارقه، رزاق سيسي لعيب مؤثر جدا، واحمد رفعت في الاتحاد يعني، احمد في المصري ورزاق سيسي في الاتحاد مؤثرين جدا 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 مع فرقتهم ومدين لفرقتهم شكل واداء. لا في لعيبه كتيره، في يعني شريف رضا بتاع سموحه برضو جناح كويس. في لعيبه عندهم امكانيات كويسه فرقه مع وباينه مع فريتها. لا الدوري في لعيبه، انا بتكلم على بره النادي الاهلي طبيعي والزمالك كمان والزمالك يعني بره الاهلي والزمالك دول اكتر لعيبه اللي انا شايفهم ماشيين كويس. في يعني دول اللي لفتوا نظري في الفتره، في هيثم الفيل مع اسوان كل ماتش لما بيجيب جون بياخدوا 3 بون يعني، هو اول ماتشين هو جون مؤثره بيساهم طبعا في فريقه، فبالتالي من الناس المؤثرين واللي فرقوا مع فريقهم في بدايه الموسم. هنشوفك امتى في الدوري المصري ان شاء الله؟ وخاصه ان كان كنت قريب جدا قبل الموسم مع المقصه، وكان في خطوات كبيره جدا مع كابتن احمد كشري في الاداره الفنيه، او يعني استعانه بالكابتن احمد كشري في الاداره الفنيه للمقاصه. ايه اللي حصل؟ انا ما اتكلمتش في الموضوع ده يا كابتن هاني، ويعني انا يمكن اول مره اقوله يعني. نادي المقاصه يعني كلموني اللي هو بكر سليم، كلمني وكلمني اللي هو محمد عبد السلام، وقعدت معاه مرتين في بيته في فيليته، وقعدنا واتفقنا وقرينا الفاتحه واتفقنا على كل حاجه، وانا التزمت بوعودي معاه. وجالي اربع انديه كويسين جدا برضو، وطبعا رفضت. طبعا رفضت لان انا الراجل قعدنا اتفقنا مع بعض وقرينا فاتحه مع كان بعض كان في مفاوضات قرينا وخلصنا يعني. خلاص مش مفاوضات ده خلاص يعني. وبعدين لقيت حد تاني. بعدين هم دخلوا في مشكله النادي وفك النادي، وبعدين يعني انا اول مره اقولها يعني، كان المفروض ان هو حتى لو مش انا يعتذر، لان هو قعدنا قرينا فاتحه ده في بيننا اتفاقات. فما حصلش ما وانا ما اتكلمتش وما طلعتش صرحت، وانا اول مره اقول الكلام ده دلوقتي الناس ما تعرفش الكلام. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان هو احنا قعدنا خلاص، انت ضيعت يعني. هي الفكره طبعا ان هو اتفق معاه وخلاص، هو اعتقد خلاص اتفقنا معاه اقعد معاك في بيتك وانت اللي طالبني، وقعدنا ونقرا فاتحه واتفقتوا على كل النواحي الماليه واتفقنا على كل حاجه يعني. هي كان الحته الماليه رحت للمسؤول عنها في نادي المقاصه قعدنا فيها، وكان بناخد اراء، لكن
ايه اللي حصل بعد كده يعني؟ ما حاولتش تعرف؟ لا هي بص الاتجاهات احيانا في الموقف أنا مش عايز اللي زي دي الواحد بيبقى عنده انا مش عايز اتكلم يعني فيها، لان معاهم مدرب محترم الكابتن ايهاب جلال، فانا مش عايز يعني ايه اتكلم في 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 حاجه يعني. ربنا يوفقه ايهاب على المستوى الشخصي، ده يعني انا بحبه وصديقي، لكن الاداره كان لازم تكون عندها التزام اكتر من كده واحترام لوعودها، ويعني دي شفافية في التعامل. طبعا طبعا يعني. لان انا ما رضيتش اتكلم في الكلام ده. ويمكن مصر في اعلام كتير كتب ان انا مدير فني للمقص. ده حقيقي. يعني ما اقعد مع رئيس النادي وانت اللي طالبني وقعدنا وتقول لي نقرا الفاتحه وخلاص انت معايا، وانا كلمتي خلاص يعني وعد، والكلام ده انا اول مره اقوله، بس يعني ايه للاسف الموضوع ده عطلني عن انديه تانية جات لي. ما جالكش رد من اي نوع حتى لو بطريقه غير مباشره؟ لا 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 لا، طلعوا قالوا كلام ملوش علاقه بالواقع. اتكلموا في 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 حد منهم اتكلم في ماديات. ورغم ان انا كنت رايح المدرب اللي قبلي انا، وانا رايح معاهم انا عارف يعني مش هاخد زيه لانه ليه رصيد هناك اللي هو ايهاب جلال. فبالتالي ما فيش مشكله في الماديات يعني، ما فيش مشكله خالص. امور تانية عندهم هم بقى اعلام الله، لكن انا اول مره اقول الكلام ده وسكت الفتره اللي فاتت. بس يمكن لما الكابتن هاني بيسالني لا انا جالي انديه ورفضتها بسبب المقصه، وده اللي مزعلك اكتر. طبعا ده اللي مزعلك اكتر طبعا. وهم يعني كان من من الـ من الـ يعني الـ ما هقولها بقى من الاحترافيه، مش هقولها من حاجه تانية عشان ما حدش يزعل مني. كان يجب عليه رئيس النادي ان هو يتصل بيا ويكلمني وحتى يعتذر لو احنا مش هنكمل مع بعض، لانه هو اللي طلبني وهو اللي قال، وقال انا كلمتي وعد وقرا الفاتحه، هو اللي قال لي وقرينا الفاتحه سوا، ف وحطينا كل يعني اتكلم معايا خلاص اللي فاضل تفنيش الموضوع. بس انا مش مصدقه انك سكت. اكيد برضو عرفت يعني تعرف أكيد. لا اكيد يعني جالك الفضول ده تعرف ايه اللي حصل يعني، ايه الكواليس، ما اللي انا عرفته الكواليس اللي في يوم وليله. ما انا لو قلت الكواليس مش هتبقى كويسه لحد يعني. ايه اللي بيحصل بقى دي حاجه يعني انا بس مش انت عارفها؟ عارفها طبعا. جت وصلتك طبعًا يعني؟ طبعا طبعا عارفها كويس جدا. بس انا مش عايز اقولها عشان ما يبقاش في شوشره على الفريق بتاعهم وهم واستقرارهم، فيعني او معنى انا صح. بايدك احمد، مش عايز يعني مش عايز اتكلم في حاجه. يا رب خلي بالك، خلي بالك الجزئيه دي اللي بتتكلم فيها مهمه جدا، لان مش طبيعي ان حد بيطلع يتكلم يعني. انا بحترم فيك ديت، لان طبيعي جدا انك بتطلع بتقول، لكن احترامك لنفسك واحترامك للمكان اللي انت اتكلمت معاه ده اكيد، وده بيتنقل كمان لاحترام الناس لما دي تتعاقد مع يعني قامه كبيره زي كابتن. فان شاء الله باذن الله يعني انا متاكد ان شاء الله يعني هيكون ليك دور باذن الله في الدوري المصري. بنتمنى لك كل التوفيق، انت مدرب يعني مش كلامي، شغلك السنه اللي فاتت وادائك مع فريق أسوان أكيد إن شاء الله يعني إن شاء الله ينتظرك مستقبل كبير يا كابتن أحمد، أنا متأكد والله. يا رب يخليك كابتن هاني. أنا الموضوع يعني أنا ما اتكلمتش فيه يمكن أول مرة من بيتي من مكاني من النادي الأهلي ومعاكم، أول مرة أتكلم فيه والناس أول مرة تسمعه، ورغم إن قنوات وإعلام كتير كتب إن أنا رسميا في المقصة، لكن هم فعلا أضاعوا عليا حاجات كتيرة. انا كان من ضمن الحاجات اللي جات لي انديه ومنتخب بره مصر، منتخب كويس، منتخب عربي وانديه كبيره بره وجوه مصر، وفي انديه كلمتني وانا عشان اديت وعد وعدنا واتفقنا. فانا طبعا بالتالي ما كانش ينفع اتكلم مع حد واعتذرت للانديه او الناس اللي كلموني. لكن الجانب الاخر المقصه ولا كلمه في حاجه، فيمكن هي دي اللي لكن ما بنتعلمش ببلاش زي ما بيقولوا، والحمد لله هتيجي ان شاء الله. لا 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 الحمد لله. لا لا بس دايما معروف ان اللي ما جالكش يبقى من البدايه ما كانش ليك يا كابتن، ورب ضره نافعه يعني. محدش عارف زي الفيصلي، رحت ونادي كبير ورحت وكل حاجه، لكن ممكن ما ارتاحش واعتذرت بالظبط وكل احترام. ف يعني الحاجات دي احنا في مجالنا كتيره يعني، زي ما الكابتن هاني ممكن نادي يقعد معاه ويتكلم معاه ويتفق معاه وتلاقي تاني يوم واحد تاني يعني. مش واحد مش تاني يوم، ده في نفس اليوم. متأكدين الفترة الجاية إن شاء الله يعني هنشوفك مع يعني أحد الأندية اللي إن شاء الله تبدع فيها وتتألق كما فعلت في الموسم اللي فات. شكرا جزيلا لي. يا رب يخليك. أنا اللي سعيد إني كنت مع حضرتك ومع الكابتن هاني وبيتي النادي الأهلي يعني، ودايما إن شاء الله بإذن الله النادي الأهلي في انتصارات
ونقعد كده دايما. شكرا. واحنا مبسوطين. كابتن احمد كشري ضيف النهارده البيت الكبير، نتمنى ان انتم تكونوا استمتعتوا بحلقتنا النهارده، بكره ان شاء الله على وعد من 10 لـ1 في البيت الكبير، تصبحوا على خير.